إذا شكرا لمشاركتكم معنا في الملخص اليومي للعملات الرئيسية لليوم 25 أبريل 2012. خلينا نبدأ التحليل بنظرة على الجدول الاقتصادي لليوم. كان في عنا على الساعة 10 قبل ساعة في وقت قبرص المحلي عفوا المكتوب على السلايد خطأ، ولكن كان في خطاب من البنك المركزي الأوروبي بالنسبة لاستطلاعه الاقتصادي للمستقبل. وبعد نصف ساعة في عنا الانتاج المحلي الإجمالي من بريطانيا، وإذا بنطلع على القراءة السابقة كانت 0.3% في السالب، وتوقعات تحسن خفيف إلى 0.1%. لو شفنا قراءة فوق 0.5 يمكن يكون له تأثير إيجابي على عملة الاسترليني، ولكن بشكل عام بنشوف من الأرقام إنه أرقام واطية كتير وفي العادة ما إلها تأثير، أي في ضعف في نمو الاقتصاد في بريطانيا. على الساعة 3:30 في عنا من الولايات المتحدة طلبات السلع المعمرة الأساسية، نشوف إنه القراءة السابقة كانت على 1.8% وتوقعات إنه تنخفض إلى 0.6%. فإذا طلعت القراءة الحالية نفس التوقعات معناته خوف في تباطؤ الطلبات يؤكد، ويمكن نشوف ضعف على الدولار. وأخيرا أهم خبر بالنسبة لليوم من الولايات المتحدة، في بيبدأ من الساعة 7:15 للساعة 9:15 في إعلان البنك المركزي عن سعر الفائدة، وأيضا خطاب من البنك المركزي الأمريكي بالنسبة لتطلعاته الاقتصادية وأي إجراءات ممكن يتخذها في المستقبل للتفاعل مع المناخ الاقتصادي. فهذا بالنسبة للأخبار الاقتصادية. خلينا نتطلع على تحركات العملات بالنسبة لليوم. نشوف اليورو حاليا على نفس تحليل امبارح وفي محاولة اختراق أهم سعر مقاومة لازم نشوف كسره حتى يستمر في الصعود ويتحول من سعر مقاومة إلى سعر دعم، وهو على 32.30 تقريبا. السعر الحالي على 32.17، شفنا ارتفاعه هذا الصباح، فيبدو انه حيرتفع لمستوى 32.30، ولازم نشوف اغلاق شمعة او شمعتين فوق هذا المستوى حتى يتحول من مستوى مقاوم الى مستوى دعم. واحنا شايفين من خلال القناة اللي انا راسمها المتصاعدة انه كل انخفاض اعلى من السابق وكل ارتفاع اعلى من السابق، فبنشوف انه اليورو في حالة ارتفاع من بعد ما هبط تحت 30.00 في تاريخ 16/4، نحن في حالة ارتفاع، ولكن في صعوبة كثيرة حاليا على الارتفاع، أي لازم نشوف تداول فوق 32.30. خلينا نراجع المؤشرات اللي نتبعها. في عندنا تداول فوق السعر المتوسط المتحرك 55، هاي إشارة ارتفاع. تداول فوق نقطة المدار إشارة ارتفاع. ومؤشرات الزخم الـ MACD فوق مستوى الصفر إشارة ارتفاع، ومومنتوم 22 فوق مستوى المية إشارة ارتفاع. كل المؤشرات عم تحيل لنا ارتفاع، ولكن لازم نشوف كسر ال 32.30، أهم امتحان حاليا لمواصلة ارتفاع على الزوج. الاسترليني على نفس حالة اليورو في حالة ارتفاع واضحة، والمؤشرات اللي حنراجعها حاليا كلها بتحيل لنا ارتفاع، ولكن نفس حالة اليورو هو عند نقطة حرجة حاليا، أعلى سعر شافه في آخر 6 أشهر تقريبا على 31.50 61.50 61.65. لازم نشوف كسر أعلى سعر حققه وتحقيق سعر أعلى منه جديد حتى حالة الارتفاع تستمر وتضلها قوية. بدأت المؤشرات توحي لنا ضعف في الارتفاع بعد فشل عدة مرات في كسر ال 61.65. شفنا بلشت الأسعار تطلع من القناة المرتفعة، ولكن باقي المؤشرات ما زالت توحي لنا ارتفاع. في تداول فوق السعر المتوسط المتحرك، تداول فوق نقطة المدار لليوم على 61.00،
ومؤشرات الزخم في مستويات توحيلنا ارتفاع. إذا شفنا هبوط السعر في تداول اليوم تحت 61.00، ممكن نشوفه عند ثاني مستوى دعم 60.70، ممكن يحقق أدنى سعر عند هذا المستوى. ولكن حضرها النظرية صعود ما دام التداول فوق 60.70. إذا شفنا كسر 60.70 أغلقت الشمعة تحت هذا المستوى، بنقول بلش يبين معنا نموذج الانعكاس، وممكن نشوف الناس بلشت تفوق في عمليات بيع على السوق بعد استبعاد ارتفاعه فوق 61.50. لازم نفوت على الرسم البياني الأسبوعي حتى يبين معنا امتى آخر مرة شفنا هاي المستويات، ونشوف انه كان في 30.10، فمدة 6 شهور ما شفنا المستويات اللي احنا عليها حاليا. فاليورو والاسترليني على حالة ارتفاع ومحاولة اختراق المستويات اللي ذكرتها حاليا، وهم هلأ حاليا عند هاي المستويات في محاولة اختراقها. إذا طلعنا مقارنة مع هالعملتين ذات العائد المرتفع مع الين الياباني والسويسري، العملات اللي تعتبر كملاذ آمن، منشوف انهم في حالة تراوح ما بين مستويات معينة حنذكرها هلأ، ولكن وما في اي اتجاه واضح. وفي العادة لما نشوف تراوح بنشوف انه ما في اي اشارات ارتفاع او هبوط موجودة في السوق، وبنشوف مؤشرات مختلفة. خلينا نبدأ بالدولار مقابل الين الياباني، بنشوف حاليا التراوح ما بين 81.80 وكحد ادنى 80.80، فحاليا هو في حالة تراوح في نطاق دولار. نقطة المدار تقريبا نقطة المدار بالنسبة لليوم 81.20، والسعر الحالي عند هذا المستوى. وزم ننتبه انه ايضا تتصادف 81.20 عند السعر المتوسط المتحرك، فنقطة المدار والسعر المتوسط المتحرك ما عم بيعطونا اي اشارة ارتفاع او هبوط. اذا شفنا السعر ارتفع او هبط تحت هذا المستوى في نسبة معينة بتبلش توضح الاشارة. وايضا بنشوف انه مؤشرات الزخم الام اي سي دي والمومنتم 22 ما عم بيعطونا اي اشاره واضحه. الام اي سي دي عند مستوى الصفر تقريبا بالضبط، ومؤشر المومنتم عم بيعطينا اشاره بيع ولكن مش قويه. فزي ما ذكرت لازم نشوف تحركه ارتفاع او هبوطه 20 30 نقطه حتى يتضح هل هو في طريقه الى مستوى المقاومه او مستوى الدعم. اخيرا السويسري تقريبا على نفس حالة الين، ولكن بنشوف انه من تاريخ 16/4 في عندنا بعض الشيء اتجاه هبوطي. بنشوف كل ارتفاع اوطى من السابق، كل هبوط اوطى من السابق، ومعظم المؤشرات عم تحيلنا هبوط. بنشوف تداول تحت السعر المتوسط المتحرك ونقطة المدار اللي ايضا بيتصادفوا على نفس السعر اللي هو 91.40. ولكن بنشوف في عندنا 3 محاولات، أول محاولة كانت في تاريخ 12/4، ثاني محاولة كانت في تاريخ 20/4، ورابع محاولة، وفي عندنا محاولتين، 4 محاولات 24/4، واليوم أيضا كل محاولات عم بتحاول تخترق 90.80، وكل مرة بنشوف فشل عند هذا المستوى. ففي عندنا سيناريوهين، يمكن نشوف كسر 90.80 وهبوطه لا 90.00 كمان 80 نقطة، أو يفشل مرة أخرى ويرتفع فوق 91.40 نقطة المدار وسعر المتوسط المتحرك، بصير في عنا إشارات ارتفاع ومنشوف تواصله لأسعار المقاومة 91.75 زي ما احنا شايفين أعلى سعر في جلسة 23 أبريل، بعديها أعلى في عنا ارتفاع سابق لا خلينا نقول تقريبا مستويات 92.00 يعتبر سايكولوجيكال ليفل، وما بعديها اهم سعر لازم نشوف كسره في حاله الارتفاع 92.50 اعلى سعر في جلسه 16/4. اذا نشكركم لاستماعكم، ونتمنى لكم تجاره موفقه.